أهلا بيك. سؤال الحلقة دي: ما هي أنواع الاضطهاد؟ إيه في الأول تعريف الاضطهاد؟ الاضطهاد هو نوع من الألم بيقع على الشخص اللي بيتبع المسيح، تابع المسيح، بيتعرض لعدة أنواع من الألم ولازم يعمل حسابه فيها. المسيح قال: إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه، يعني هيتألم كل يوم ويتبعني. وأنا هقول في الحلقة دي ثلاث أنواع من الاضطهاد. واحد، الاضطهاد من أجل الاحتفاظ بضمير صالح. يعني إيه الضمير الصالح؟ يعني أنا عايز باستمرار أشعر أني غير ملوم قدام الله، عايز باستمرار أشعر أنه ما فيش شيء بينخص ضميري، ما تصرفتش تصرف غلط. مثلا موظف في شغله بيرفض الرشوة، بيرفض أنه يمضي على أوراق غير صحيحة، بيرفض انه يستخدم اساليب الكل بيستخدموها، عايز ضمير صالح، هيتعرض للاضطهاد. في الكتاب دانيال جابوله اكل في مملكة نبوخذ نصر في المدرسة وهو مزبي، رفض. ليه رفض؟ علشان الشريعة بتاعت الهه كانت بتقول لا. ثم بعد ذلك رفقاؤه الثلاثة شدرخ ميشخ عبدناغو خرج امر من الملك اسجدوا للتمثال، قالوا له مش هنسجد، قال لهم في أتون النار، قالوا له مش مهم، وألقوا في أتون النار. وجاء الشبيه الرابع، الشبيه بابن الآلهة، رب المجد جاء معهم. ضمير صالح، أشجعك خلي عندك ضمير صالح حتى لو هتدفع ثمن. اثنين، النوع الثاني من الاضطهاد سببه إنك بتعيش حياة بر، حياة بارة. يعني إيه حياة بر؟ قال المسيح: طوبى للمطرودين من أجل البر. والبر يعني استقامة السلوك، وبقدر ما أردت أن تكون مستقيم السلوك رغم أن كل الجو المحيط ليك أعوج، أنت هتتعرض للاضطهاد. قال كده الرسول بطرس: إن تألمتم من أجل البر فطوباكم. يا بختكم لما تتألموا من أجل البر. يوسف في الكتاب إخواته كانوا بيتصرفوا تصرفات كلها معوجة، هو عاش بالبر. راح مصر اشتغل في بيت فوتيفار، امرأة فوتيفار كانت معوجة في سلوكها، لكن هو استمر في سلوكه المستقيم. هل تألم؟ نعم، بس ربنا عوضه بعد كده. إذن في تألم من أجل الاضطهاد، من أجل الضمير الصالح، وفي ألم من أجل البر، لكن في ألم آخر من أجل اسم المسيح. وأنا عايز أقرأ لكم هذه الآيات الجميلة اللي جت في رسالة الرسول بطرس الأولى الأصحاح الرابع والأعداد من 13. بيقول: كما اشتركتم في ألام المسيح افرحوا لكي تفرحوا في استعلان مجده أيضا مبتهجين. إن عيرتم باسم المسيح فطوبى لكم. جميلة قوي، لأنك بتحمل اسم المسيح ومش بتخبيه هيعيروه. يا بختك، طوبى لك، لأن روح المجد والله يحل عليكم. لكن كمان بيقول: إن كنت تتألم كمسيحي. هنا كمسيحي مش معناه إن ديانتك مسيح، لا، لكن كمسيحي حقيقي قبلت المسيح في حياتك وتظهر المسيح في سلوكك. إن كنت تتألم كمسيحي فلا تخجل، بل تمجد الله من هذا القبيل. عزيزي المشاهد، هل بتتألم من أجل ضمير صالح؟ مبروك. هل بتتألم من أجل إنك بار في حياتك؟ مبروك. هل بتتألم من أجل اسم المسيح؟ مبروك، تهانية ليك، لأنك بتحمل أوسمة على أكتافك.